المرض الخبيث أو ما يعرف بالسرطان ليس أول هموم المصابين به، ففي محافظة يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 4 ملايين نسمة، تعاني مختبرات مستشفى الأورام من نقص المواد المختبرية لإجراء الفحوصات، بالإضافة إلى نقص في الجرعة الخاصة بهذا المرض، فيصبح المصاب ما بين نارين، الأولى شدة الإصابة والثانية هي الحاجة لتلقي العلاج. والله نعاني من الاوبر مسترة. الاوبر يعني نشتريه مسترة الاوبر. كان قبل لا والله بلاش بس هسه لا والله مسترة. اي والله 275,000 يعني حتى الصيدلة ما يرحمون. يأثر عليكم؟ اي والله يأثر شلون ما يأثر. لا شاء الله عمل منين واحد يجي. انا يعني فحص القدة انا يعني هسه راجع على فحص القدة خارج ما اقدر اسوي. اليوم سنة كاملة اني اسوي القدة مالت عملية وبيها كسل. ومطلوب مني اسوي فحص مال القده. دكتوره نقم دزتني قالت طب الذري بمساعده وبروح هناك اسوي لك يعني فحص مال القده ببلاش. فجيت هنا قالوا يعني احنا ما عندنا قد نحاول ما جايين هنا فحص. يضاف الى جمله هذه المشاكل هو عدم تلقي جلسات الاشعاع داخل المحافظه، مما يجبر المرضى على الذهاب الى محافظات اخرى، علما ان المشفى الجامعي فيه جهاز للاشعاع. لكن ما يزال مغلقا حتى اليوم بسبب الإجراءات الإدارية. أنا لحد الآن كمستشفى أورام أعاني من نقص مواد، نقص مستلزمات. المريض عندي يجي لا موجود فحص ما قبل الجراع، لا عندي فحص ما بعد الجراع. مدى يتقيم وضعه الصحي بصراحة، لأنه تعرف أنت عندي فحوصات تشخيصية أنا بالأورام هي تحدد مستوى تحديد الجراع قبل وبعد الحالة. هذا وتتساءل الكوادر الطبية عن حصة المحافظة من المواد والمستلزمات التي تراكمت في الوزارة خلال سنوات احتلال الموصل على يد الإرهاب، وتطالب بما تراكم منها لسد الحاجة التي تعاني منها اليوم. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.